عام فيه انتهيت. ذهب رجل إلى سفيان الثوري فقال: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض في قلبي، فصب لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن أي على المعصية، وصفيه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكف الصبر، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. كنت قلت محاضرة في مكة، وقبل أن أتكلم قال: يا شيخ محمد، أستحلفك بالله ما تتكلم ولا كلمة إلا ما تسمعني الأول. قلت: فضل، تعال فضل، فضل أيها الوالد، اجلس. جلس إلى جواري، رجل عادي، تاجر، فتح الله عليه ووسع الله عليه، لكنه كان مصابا بالشلل الكلي. يقول: ذهبت إلى لندن ولم يقدر الله لي الشفاء، إلى فرنسا ولم يقدر الله لي الشفاء، إلى أمريكا ولم يقدر الله لي الشفاء. يقول: وأنا أجلس في يوم من الأيام أمام التلفاز رأيت ينقلون الصلاة من بيت الله الحرام، فبكيت، ثم قلت لأولادي: يا أولاد، أنا عاوز أروح للملك به. قالوا: ملك مين يا أبا؟ تروح لملك مين؟ قال: أريد أن أذهب إلى ملك الملوك، أريد أن أذهب إلى العمرة. العمر اللي هو أنت قادر تتحرك؟ قال: استأجروا لي طيارة خاصة بمالي. المهم حملوه وذهبوا بي إلى بيت الله الحرام. يقول لي: والله يا ابني، أدخلوني على الكرسي، رجل مشلول، وقلت لهم قربوني من الكعبة، فأنزلوه إلى صحن الطواف. قال لي: والله يا ابني، ما دعيت ربنا إلا بكلمات، قعدت ساعة كاملة أدعو الله بها، ما عنديش غيرها، قعدت أقول: والله ما أنا طالع من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر. يقول: وعدت أصرخ: والله ما أنا طالع من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر، وأصرخ وأصرخ ساعة كاملة. يقول: تعبت، ما بصدعت، ركنت كده على الكرسي ونمت. قل: فرأيت في هذه الإطفاءة هاتفا ينادي علي ويقول لي: قوم امشي، قوم امشي. قل التالتة: قوم امشي، استيقظ، قوم قوم امشي، مشيت. وبعد خطوات تذكرت أنني مشلول، فصرخت وقلت: يا ملك، والله ما خيبت من لجأ إليه، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمل بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلص من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ربي إني لك عدت من سراك.